11 من مجمل أشواط هذا المساء الخاصة لسن الجذاع لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. ننطلق مع هذه الأسماء الرنانة والشعارات المميزة المنطلقة والمندفعة بناموسي هذا الشوط. نتابع أول المراكز مسيرة من تسير على أول المراكز لهجنة الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري، بينما المركز الثاني تصل بديع لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني والمضمر سعيد بن حمد الزرعي من يتابعها في هذه الانطلاقة مع ثاني المراكز. وعلى المركز الثالث انتباه لهجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وعلى رابع المراكز يليها مباشرة نتابع سيادة لهجنة الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وعلى خامس المراكز في ختام ندانا الأول نتابع إلهام لهجنة الشحانية وتواجد المضمر الذهبي سالم بن فران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط المميز الحامل فيها الإثارة والندية لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، وأيضا مؤسسة هجنة الشحانية المؤسسة العملاقة التي تقدم لكم النجوم وهذه الأسماء الرائعة. نعود مشاهدي الأعزاء إلى أول التحديات، نتابع أول المراكز، نتابع المنطلقة مشاهدينا الأعزاء. على المركز الأول نتابع بديع علي سعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني والمضمر سعيد بن حمد الزرعي على أول المراكز يتواجد في الانطلاق الأول، بينما المركز الثاني انتباه لهجنة الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما ثالث المراكز وثالث التحديات مع مثلث الناموس. هذه مشاهدي الأعزاء مسيرة لهجنة الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، بين مرابع المراكز القادمة في هذه اللحظات وصلت إلهام لهجنة الشحانية والمضمر والمتابع سالم بن فاران المري الذهبي، هنا يقدم لنا هذه الأسماء الرائعة. وعلى خامس المراكز يليها مباشرة من الجانب الآخر تصل مشاهدي الأعزاء وتتقدم زعفرانة لأول ندى لهجنة الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي قائد الجزر، يقدم زعفرانة مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء ومتابعين قناة الريان في هذا النقل الحي والمباشر من هنا من أرضية ميدان الشحانية. نتابع هذه التحديات الجميلة ضمن هذا السباق المحلي الثامن، ونعود مجددا لنستجد النداء مع أول المراكز ونتابع مسيرة تسير على أول المراكز تسير في هذه اللحظات، وأيضا مسيرة من الأسماء الكبيرة المشاركة في هذا الشوط لهجنة الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري، يقدم مسيرة على أول المراكز. المركز الثاني توق لسعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد الثاني والمضمر مسفر بن محمد بن مسفر، هذه بديعة لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني والمضمر سعيد بن حمد الزرعي بالمتابعة والتضمير، بينما المركز الثالث تصل في هذه اللحظات انتباه مع المركز الثالث لهجنة الشحانية والمضمر والمتابع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يقدم انتباه مع ثلاث المراكز. المركز الرابع تصل في هذه اللحظات مشاهد الأعزاء زعفرانة تتسلل من المركز الخامس حتى المركز الرابع لهجنة الشحانية بقيادة قائد الجزر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وعلى المركز الخامس إلهام لهجنة الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى للنداء الثالث. هنا نتابع التحديات ونعود إلى مسيرة لا زالت تسير على أول المراكز، والمسيرة تسير من مصلحة هذا الشعار، شعار هجنة الشحانية، الشعار الأدعم العملاق. هذه
مسيرة على أول المراكز لهجنة الشحنية والمضمر والمتابع الذهبي سالم بن فران. المري هنا يتواجد على الصدارة، ينطلق بالمركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني تصل في هذه اللحظات وتتقدم انتباه لهجنة الشحنية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وعلى ثالث المراكز يا سلام بديعة لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني، والمضمر سعيد بن حمد الزرعي يتقدم في هذه اللحظات مع ثلاث المراكز. المركز الرابع وصلت زعفرانة لهجنة الشحنية والمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الخامس نتابع المنطلقة وزن تصل لأو ندى، وزنها ثقيل وأداها مميز لهجنة الشحنية والمضمر سالم بن فران المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، الفايف ستار على الصدارة. ونعود إلى البيج ستار، إلى البيج ستار النجمة الأولى اللي على المركز الأول. مسيرة مسيرة مسيرة، يا سلام يا سلام يا مسيرة. مرحبا يا مرحبا لهجنة الشحنية والمضمر الذهبي سالم بن فران. المري يقدم مسيرة من تسير إلى أول المراكز. المركز الثاني نتابع انتباه لهجنة الشحنية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وعلى ثالث المراكز، المركز الثالث تصل مشاهدينا الأعزاء، تصل بديعة لا زالت على ثالث المراكز لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني والمضمر سعيد بن حمد الزرعي. بينما رابع المراكز، يا سلام يا زعفرانة خطيرة في هذا الشوط لهجنة الشحنية والمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يقدم زعفرانة مع رابع المراكز ويقدم صوغة. هنا قائد الجزر قادم هذه التحديات الجميلة، معلن تواجد صوغة، وأيضا القادمة وزن لهجنة الشحنية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. إذا مشاهدي الأعزاء، الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، يا سلام يا سلام يا المقدمة، يا سلام يا الصدارة. مسيرة مشاهدي الأعزاء لا زالت هي صاحبة كلمة الناموس، صاحبة الأداء الجميل، صاحبة العرض المميز لهجنة الشحنية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري. على أول المراكز يقدم مسيرة من تسير إلى طريق الناموس، إلى طريق الله يا مسيرة، الله يا مسيرة، الله يا مسيرة. تنطلق مشاهدي الأعزاء انطلاقة رائعة وجميلة، ولكن وصلت انتباه والقادمة وزن مشاهدي الأعزاء تعزز الموقف وتنطلق مع ثالث المراكز لهجنة الشحنية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. يا سلام يا سلام يا بن فران، يقدم مسيرة والقادمة أيضا وزن وانتباه مع العطية المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. شعارات هجنة الشحنية تحتكر المراكز الثلاث الأولى من خلال تواجد مسيرة من تسير إلى ناموس هذا الشوط، من تحسم الأمور من صالحها وإلى صالح هذا الشعار، شعار هجنة الشحنية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. تحية يا بن فران على هذا الأداء، مشكور يا بن فران مع مسيرة في أول المراكز، تهانينا. والناموس لهجنة الشحنية على فوز مسيرة بالمركز الأول. المركز الثاني وزن لهجنة الشحنية، المركز الثالث انتباه لهجنة الشحنية، المركز الرابع عنايد لهجنة الشحنية، المركز الخامس جاءت في مشاهدي الأعزاء صوغة لهجن الشحنية. تهانينا وناموس مشاهدي الأعزاء لهجن الشحنية على فوز مسيرة بالمركز الأول. قامت الشوط راس وانهت الشوط راس، نهني المضمر الذهبي سالم بن فران المري من قدم مسيرة في هذا الشوط. لحظات التوقيت الزمني من مخرجنا العزيز محمد فيضي عبر قناة الريان، الناقلة لكم أحداث وانطلاقات مسائي هذا اليوم في ختام هذا السباق المحلي الثامن ضمن المرحلة الأولى الخاصة للصغار. هذه مشاهدي الأعزاء مسيرة وتوقيتها الزمني، قاطعة المسافة 6 كيلومترات 9:21 7 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس للمضمر الذهبي سالم بن فران المري. بينما المركز الثاني حلت في وزن لهجنة الشحنية 9:23 9 أجزاء من الثاني، والتهنية للذهبي سالم بن فران المري. بينما المركز الثالث جاءت في انتباه لهجنة الشحنية وتوقيتها 9:24 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية.